السلام عليكم، أهلا بكم في حصة من الأمس إلى الغد. إلى خوتنا القبائل أسقس مكس، حصة من الأمس إلى الغد يكون محورها هذه الليلة تواجد القوات الأمريكية على التراب الجزائري، وسوف يكون معنا على المباشر الأستاذ العربي زيطوط، أحد مؤسسي حركة رشاد أحد مؤسسي حركة رشاد والدبلوماسي الجزائري المعروف. ودون إطالة أترككم مع الجزائري في أسبوع. أكد وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل أول أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي وضع مدير عام شركة سوناطراك محمد مزيان تحت الرقابة القضائية من دون أن يحدد الاتهامات الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه لم يكن على دراية بالتهم المنسوبة إلى إطارات سوناطراك، وأن جميع هذه التهم تم تناقلها من طرف الصحافة، مضيفا سأمثل أمام القضاء إذا تم استدعائي. وقال خليل أنه تم وضع السيد محمد مزيان الذي كان يشغل منصب رئيس مدير عام سوناطراك منذ 2003 تحت الرقابة القضائية في إطار تحقيق قضائي متعلق بإبرام صفقات بالشركة، علما أن بعض المصادر الصحفية سربت أخبارا تتحدث عن إبرام صفقات مشبوهة في سوناطراك. وأضاف الوزير أنه تم وضع نائبين للرئيس رهن الحبس الاحتياطي وأربعة مدراء تحت الرقابة القضائية. من جهة أخرى أكد الوزير بأن القضية لن تؤثر على السير الحسن لنشاط الشركة التي تتوفر على 17,000 إطار أكفاء يمكن أن يضمن استمرارية النشاط. غير أن العديد من المتتبعين للشأن الجزائري يطرحون عدة أسئلة عن سر وفحوى هذه التحقيقات التي طالت مسؤولين سامين في أبرز مؤسسة تعتبر العمود الفقري للبلد من حيث تشكيلها المورد الأساسي وشبه المطلق للريع الذي تسير به دواليب البلاد. وهم يشيرون بذلك إلى أن قطاع الطاقة يعتبر محمية لا تخضع لقوانين العادية، ولذا يطرحون تساؤل بخصوص احتمال تجاذب بين كتل داخل السلطة الفعلية النافذة، أي شكل من أشكال المعارك الخفية التي تدور رحاها من خلال الذراع الأخطبوطي الذي تشكله مديرية الاستعلامات والأمن. ومما يزيد من توجس المحللين أن بعد سوناطراك هناك بعض المؤشرات التي توحي بأن سونالغاز هي الأخرى أضحت في مرمى مديرية دائرة الاستعلامات والأمن من خلال تحقيق تكون الدراسة تجريه بحق سونالغاز، وجاء وفقا لتسريبات منتظمة ومقالات صحفية أن الرئيس بوتفليقة هو من أوعز إلى مديرية الاستعلامات والأمن للتحقيق في الفساد المستشري في سوناطراك. لكن مرة أخرى يطرح السؤال حول جدية محاربة الفساد، علما أن كافة القضايا التي افتضح أمرها تم دفنها قبل أن ترى النور، على غرار ما جرى مع قضية البي آر سي براون روت أند كوندور والقاعدة الأمريكية في الصحراء التي دفنتا قبل أن يتم التحقيق فيهما. أما على مستوى القطاع الصحي قدم أمس رئيس النقابة الوطنية لأخصائيين محمد يوسفي حوصلة عامة عن آخر تطورات المسجلة في الإضراب المفتوح الذي يختم أسبوعه الثاني بالنسبة لممثل هذه الفئة من الأسلاك الطبية، حيث أشاد المتحدث بصمود الأطباء وصبرهم على تعسفات الإدارة واستفزازاتها لهم. وقال المتحدث في لقاء صحفي أن صمت الوزارة وعدم مبالاتها بتداعيات إضراب الأطباء سيزيد الأمور سوءا بعد فترة، وهو نفس ما ذهب إليه رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين في الصحة العمومية الذي اعتبر أن سياسة التجويع الممارسة من قبل الوزارة في إشارة إلى عملية الخصم من الأجور لن تؤثر على الإضراب، لأن الأمر بات يتعلق بكرامة الأطباء الذين شبهتهم أطرافا في الوزارة على حد تعبيره بالكلاب
في الوقت الذي كان فيه المعنيون ينتظرون دعوة الحوار والتفاوض، مضيفا بعد هذا لا يمكن لأحد أن يلومنا إذا خرجنا إلى الشارع. ودائما في المجال الصحي قررت الاتحادية الوطنية لمستخدم الصحة العمومية المنضوية تحت لواء سناباب الدخول في إضراب دوري لمدة 3 أيام أسبوعيا ابتداء من 2 فبراير، يكون متبوعا بإضراب مفتوح إلى غاية استجابة الوصاية لمطالب مستخدم القطاع وفق ما تنص عليه القوانين. ومن جهة أخرى لم يعد عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في الرويبة إلى عملهم يوم الخميس الماضي بعد الاجتماع الذي عقد في مقر النقابة العامة للعمال الجزائريين في العاصمة، الذي جمع عدد من ممثليهم والنقابة المحلية وممثل فيدرالية الحديد والصلب برئاسة المركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد. وقد أعرب العمال عن عدم رضاهم عن النتائج المتمخض عنها خلال الجلسة المغلقة، حيث ساد جو متوتر زاد من حدته الشكوك المحيطة برئيس المركزية النقابية الذي أصبح هو والاتحادية التي يرأسها محل ريبة من قبل العمال. وفي يوم اجتماع العاصمة أعرب العمال عن شكوكهم حول هذه الحلقة الألف من المسرحية التي يحبك خيوطها حسب تصريحاتهم النظام وينفذوها خدامه، ثم أضافوا أن نقابة العمال الجزائريين أو السلطة عموما لا تقبل أن تكلل مساعي حركة عفوية جرى تنظيمها خارج هياكل السلطة بشقيها التنفيذي والنقابي وغير خاضعة لهيمنتها بالنجاح. وكان إضراب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية مناسبة للكشف عن دور رئيس المركزية النقابية واصطفافه إلى جانب السلطة على حساب العمال، الأمر الذي لم يعد يتقبله العمال وممثلوهم بشكل متزايد، كما اتضح لدى العمال ما تقوم به المركزية النقابية من مساعي لإفشال كل حركة نقابية لا تخضع لهيمنتها. هذا وبينما يمر العمال بمشاكل جمة وأزمات متتالية وخانقة تهدد قوت يومهم، تبذل الدولة من خزينة الشعب أموالا طائلة لتؤوي ثلة من المحظوظين. لم يكشف بعد عن قائمة أسماء المرشحين لتسلم لهم مفاتيح 53 فيلا في معسكر نادي الصنوبر، ومن أجل راحتهم التامة وكي لا تعكر صفوتهم ولكي لا تعكر صفوهم المناظر غير اللائقة، عمدت السلطة على القضاء المبرم على الأحياء الفقيرة في المنطقة المحيطة بنادي الصنوبر. وتفيد المصادر المقربة من الحدث أن هذه الفيلات الأقرب إلى مستوى معيشة ماليبو مجهزة بأحدث التجهيزات من قبيل الجاكوزي ومسابح بمياه البحر وغيرها من الكماليات، هذا وفي الوقت الذي يكثر فيه حديث الدولة عن بذل قصارى جهدها للحد من الإنفاق والقضاء على الفساد، يبدو أن الحقيقة المجردة من أي حياء تطل برأسها من قبلة نادي الصنوبر. ولا شك أن هذا العدد من الفيلات لن يكون كافيا لإرضاء جميع الطامحين، وقد نسمع قريبا عن شحن السيوف بين الطامحين للظفر بالجائزة على حساب العمال والمحرومين. وبعيدا عن طرف النادي، تزداد معاناة المواطن الجزائري على نحو يمس كرامته، فبعد خضوع الجزائريين إلى رقابة الأشعة في مطارات أمريكا دون استثناء وزراء الدولة ولا حتى دبلوماسيها، نشهد تطورا جديدا هذه المرة من شقيقة العروبة والجوار الجماهيرية الليبية التي فرضت منذ أيام التأشير على الرعايا الجزائريين، مما يرسخ وضع المكان المنحدر بإطراد التي أصبح يعاني منها المواطن الجزائري على المستوى الدولي لا بل وحتى العربي. وبالفعل تفاجأ الرعايا الجزائريين الراغبين في دخول الأراضي الليبية برفض دخولهم بسبب عدم حيازتهم على تأشير الدخول، واحتجز عددا منهم في مطار طرابلس قبل إعادتهم. وقال موظف في الشؤون القنصلية إن هذا القرار صدر من قبل الحكومة الليبية قبل 51 يوما، لكنه جرى البدء في تنفيذه منذ 3 أيام. وفي الختام ومتابعة لقضية السيدة مريم مهدي المضربة عن الطعام، يعتصم أعضاء اللجنة الوطنية لمساندة العمال الجزائريين وللمرأة
وللمرة الثالثة اليوم أمام مقر وزارة العمل لمطالبة الوزير بالتدخل لحل قضية هذه الموظفة المطرودة من عملها تعسفا والتي تدهورت صحتها كثيرا بعدما يقرب من 40 يوما من الإضراب عن الطعام. وحسب بيان اللجنة فإن الإضراب عن الطعام بدأ يأخذ منعرجا خطيرا حيث فقدت نصف وزنها. وذكر ذات البيان أن اللجنة الوطنية للمرأة العاملة سنابب راسلت عدة منظمات دولية من أجل التدخل لإنقاذ حياة إنسان في خطر، وحذرت مدراء شركة بريتش غاز بلندن والجزائر من طريقة تعاملها مع مطالب المضربة ورفضهما فتح أبواب الحوار والتكفل بانشغالاتها المشروعة. وحملت اللجنة الشركة والسلطات العمومية نتائج تدهور حالة الصحية لمريم مهدي. أهلا بكم مجددا سيد زيطوط، هل أنت معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك سيد الكريم. كيف حالك سيد الكريم؟ الحمد لله، الله يبارك فيك أخي الكريم. بارك الله فيك. قبل أن نخوض في حديثنا هذه الليلة أدعوك سيدي الكريم لمشاهدة هذا الفيلم القصير ثم نعود إليك إذا تفضلت. مرحبا بك. There are danger signs in the Sahara Desert. The Pentagon believes this desolate place may be the next Afghanistan, a safe haven for terrorists plotting attacks against the West. I guess we're going to follow that white arrow, right, Bill? Past roads, past any other sign of civilization, we came upon a small military camp where the American and Algerian flags fly side by side. It was about a mile from here that we met Captain Mike. He's a Green Beret, a member of the U.S. Army Special Forces, the elite troops that represent just 2% of the Army. Their ability to go covert is critical to their work. So we are not allowed to use Mike's last name or show him and his men unless their eyes are covered. Same as yours. Captain Mike is the leader of a group of 12 Green Berets, a so-called A-team, that will work and live out here in the Sahara for 2 months. Just a week before arriving here, Mike took his team on military exercises in the German Alps, doing commando drills on skis and living in a snow cave. Here in the Sahara, he's working with a team of Algerian special forces. Mike and his team are the first U.S. soldiers to conduct military exercises in Algeria since the end of World War II. Now, they're in the point of showing us their techniques, mm-hmm. and then we're going to go ahead and show ours then. Small special forces teams like this one are spread out across North Africa to confront what the Pentagon believes is an emerging threat. The mission, to train local militaries to deal with it. Push that, and then you're ready. Algeria's desert commandos are already among North Africa's most well-trained troops, and they have real experience. For the last decade, they've been fighting an insurgency here in Algeria. Out here, they show off some acrobatic desert drills and want to see if the Americans can do the same. He's going to walk with him and do it? Exactly. Okay, so he needs a Kalashnikov. Doing a flip with a fully loaded AK-47 isn't exactly typical work for the Americans. But he manages. The U.S. is also sharing some American technology, showing the Algerians the Raven, the smallest unmanned aerial vehicle used by the U.S. military. All right, it looks a little bit just like a model airplane. Pretty much. But you've got a couple cameras here, right? Yeah, we've got, right now we've got the... سيد زيطوط، حبذا لو بادئا ذي بدء في عجالة تلخصنا حالة العلاقات الجزائرية الأمريكية من فضلكم. أنا أتذكر أن رئيس بوتفليقة كان من أوائل رؤساء العالم الذين زاروا الرئيس جورج بوش، لكن هذا لم يحدث مع الرئيس الحالي للولايات المتحدة. ما هي حالة العلاقات الجزائرية الأمريكية؟ ابتداء اختصار لو عدنا بها إلى فترة
الثورة الجزائرية. العلاقات ممتدة قبل ذلك، لكن أيام الثورة الجزائرية اختصارا كان الموقف الأمريكي متأرجح ما بين الموقف المعروف من أنه كان يريد نهاية الاستعمار إلى ديكولونيزاسيون كما كانت تسمى، وبين أن في كان هناك دعم الأطلسي للاستعمار الفرنسي. لكن الحقيقة كان جون كينيدي في سنة 57 كان ابتداء كان داعم الشعب الجزائري للحصول على الاستقلال، ولما وصل الديمقراطيون في انتخاب جون كينيدي كانت العلاقات أفضل بكثير خاصة مع استقلال الجزائر. فترة الستينات شهدت انقطاع العلاقات الدبلوماسية أو خطأ العلاقات الدبلوماسية نتيجة لحرب 67 لاعتداء 67 قطعت العلاقات لحرب 77 أي حتى ما بعد الحرب الثانية الحرب أكتوبر، ثم عادت العلاقات ولكن ظلت تتوتر أيام مع الرئيس الراحل هوتي بو. مع وصول شادي بن جديد العلاقات تغيرت إلى حد ما، خاصة مع بروز فكر ليبرالي إلى حد ما في الجزائر. وزار شادي بن جديد وكان أول رئيس جزائر زار الولايات المتحدة 1984، ثم ظلت العلاقات لحد ما معقولة خاصة علاقات النقدية إلى غاية الانقلاب سنة 92، حيث الموقف الأمريكي كان لم يرحب بالانقلاب لكن لم يعارض، ولأنه كان طبعا موقف معروف ومحدد من أي حكم إسلامي وحكومة إسلامية تشعر. حتى أنه يقال أن أول من قال one man one vote one time أي انتخاب واحد رجل واحد انتخاب واحد مرة واحدة، يقال أن هذه العبارة أطلقتها الخارجية الأمريكية آنذاك. عموما العلاقات لم تكن جيدة لغاية نهاية 1996، حيث بدأ تحولت الموقف شبه محايد في في الجزائر إلى داعم إلى حد ما للنظام أو للجنايات في ذلك الوقت. إلى غاية 2001 سنة 2001 وبعد أحداث سبتمبر تغير الوضع ودخلت أمريكا على الخط مباشرة ودعم قوي للنظام الحاكم في الجزائر، الدعم الذي استمر وتزايد مع مرور السنين بمثلها كالبوتقة فيما بعد، وخاصة القواعد العلاقة العسكرية الأمنية متواجدة من سخرية القال أنه 11 سبتمبر يوم 11 سبتمبر عندما فشل البنتاغون كان الجنرال توفيق الحاكم الفعلي للجزائر كان يتواجد في البنتاغون، وظلت يبدو عليه تقريبا 24 ساعة أو 30 ساعة حتى عرف أنه لم يقتل ذلك الهجوم. في ظل التطورات الأخيرة سيدي زيتوت، نرى بأن الولايات المتحدة وضعت الجزائر في قائمة البلدان الراعية للإرهاب، هذا ما يجعل المتتبع للأحداث الجزائرية يقول بأن هذا أمر غير طبيعي. كيف العلاقات الجزائرية تعطي لنا صورة بأن هنالك اضطرابات مع تواجد قوات أمريكية في الجزائر؟ ما هي حالة القوات الجزائرية الأمريكية في الجزائر؟ هل هنالك قوات أمريكية في الجنوب الجزائري كما يقال؟ طبعا هناك في سؤالك أكثر من شق. الشق الأول ربما اللي يتعلق به لماذا وضع الرعاية الجزائرية، لم تطع الجزائر كدولة داعمة للإرهاب وإنما وضع الرعاية الجزائرية، كل ما هو جزائري كان يكون إرهابي حسب التوصيف الأمريكي والفرنسي أيضا إلى حد الآن، لكن طبعا الأمريكي هو الأشد ظهور، خاصة أن النظام ذاته تعرض لإهانة كما هو معلوم، تعرض لإهانة شديدة في الولايات المتحدة عندما صار الولايات المتحدة كي يتحدث على في مكافحة الإرهاب العالمي. المشكلة هي هذه، هو أنه مثل الولايات المتحدة هناك حسابات معينة لا يهمها هذه الدول كثيرا أو هذه الحكومات، هي في الغالب تعتبر هذه الحكومات وجودة لخطة مصالح أمريكية، هي تعرف أنها حكومات شعبية في الغالب غير شرعية، في الغالب جاءت بطرق انقلابية والجزائر، وبالتالي هي تعرف أن حتى احتجاجاتها لن تكون لها فائدة، وهي تريد أن تقول لهم
عليكم تنفذوا كل ما أطلب وحتى حتى وضعكم على قائمة الذهاب عليكم أن تنفذوا. باختصار بسيط أنا لا ألعب بالحياة الأمريكيين وحياة واحد أمريكي قد تسخن عارف يعني فبالأمريكية الأمريكية تحركت أكثر من مرة حتى عندما يقتل أمريكي واحد. إذا كل ما كان يقال لنا من أن هناك علاقات قوية بين البلدين وهناك علاقات بالمثل وهناك تقارب قد نظر هي أثبتت الإجراءات الأمريكية الأخيرة كلام كلام ليس صحيح فعلا يقوله يقول الإعلام الجزائري اللي هو في القلب خاص للنظام الحكم القائم. للأسف الآن مثل هذه الدول الأخرى 10 أو 15 دولة في هذا العالم تعتبر الدول الفاشلة والدول التي هي في طريق الفشل فهم يعتبرونها إلى مدة حدث لهم مشاكل ومن ما لا يهمهم كيف يكون الحكومة لأنهم يعتبرون أن هذه الحكومة على حال هي ليست شرعية وليست شعبية. سيدي الكريم ما هي أهم الأفكار التي جاءت في برنامج القناة الأمريكية ABC؟ هذا البرنامج الذي شاهدناه منذ دقائق، ما هي أهم الأفكار التي جاءت فيه من فضلك؟ نعم، هذا البرنامج هذا خاص بالقناة الأمريكية ABC وهو يعود لشهر فبراير 2006 حيث تعود قوة على التراث الجزائري وصورت الأمريكية ذلك كانت موافقة للقوة الأمريكية ويقال أنهم تواجدوا عندك حوالي 400 طاقم أمريكي لتدريب قوات جزائرية لمكافحة الإرهاب في الصحراء. لكن هذا ليس أول وجود أمريكي عسكري في الجزائر. في الحقيقة التواجد الأمريكي العسكري في الجزائر بدأ ممكن أن نقول بدأ رسميا في 2003 في 2003 سمحت السلطات الجزائرية بإقامة شبه قاعدة عسكرية لكن قبل استخدام الناسا وكالة الفضاء الأمريكية وهي في الحقيقة هي استخدام للناسا لأنها كما نعرف لها استخدامات مدنية ولكن أكثر تقوم باستخدامات عسكرية فقامت الولايات المتحدة قامت هو مشروع تصحيح كبير موجود على الأرض لأنه يتسقط قصفا على الجماعات المسلحة ولكن الأوروبيين أنفسهم والفرنسيين قالوا أن World War 3 حقيقة هو اللي تسقط على رأسنا العالم وبما فيها على دول أوروبية. إذن هذا في سنة 2003 في سنة 2000 وهذا كان مناسبة إذا شكل كان خاتمة كان من حركات زيارة بوتفليقة للولايات المتحدة لكن استمرت هذه العلاقات وكانت هناك مناورة مشتركة هناك مناورة مشتركة تسمى كلينت لوك هذه قامت في 2005 وشارك في القوات الجزائرية مع الأمريكية وقوات بعض الدول الأفريقية الأخرى. كانت هناك أي مناورة أخرى لمناورة أفريقية في نفس السنة اللي عرفت بأفري ترانك والآن تقريبا في مناورة شبه سنوية مرتين إلى مرتك ما بين العصر والأمريكيين فكانت مشاركة إما من المغرب أو موريتانيا إيطاليا وإلى آخره حسب ولكن أساس كل هذا في الحقيقة هذا تقديم لما هو قادم ولما هو قائم أو في هذه الأشهر الأخيرة من فقاعات خطيرة في واقع الأمر وهي التي بمقتضاها تتواجد الجيوش الأمريكية أو جنود أمريكيون سيتواجدون على الأراضي الجزائرية بموافقة جزائرية رسمية وبشكل شبه دائم إذا شئنا. هل تظنون أن هنالك قواعد متحركة تابعة للجيش الأمريكي في الجنوب الجزائري سيدي زيطوط؟ هو هذا اللي هذه هي
الاتفاق حولها في الفترة الأخيرة تم الحديث حوالي سنتين، ولكن تم الاتفاق عليها لما زار الأفريكوم اللي هو الجنرال بورد، لما زار الجزائر. قبله كانت زارة الجزائر حوالي شهر من زيارته، زارت الجزائر مساعدة لوزيرة الدفاع الأمريكي، وصار الحديث حول وجود أو وضع النقاط الأخيرة إذا شئنا أو التوشات الأخيرة على قواعد عسكرية مؤقتة ومتحركة. معنى أن الولايات المتحدة استراتيجيها لا تريد قواعد ثابتة دائمة، لأن هي لديها قاعدة كبرى في الجيوش معروفة، قاعدة ضخمة جدا، لديها قواعد كما معلوم في أوروبا وخاصة في ألمانيا، ولديها قواعد في بعض الجزر المحيط الأطلسي، لكن لا تريد قاعدة ثابتة بقدر ما تريد قواعد مؤقتة تستخدمها عند الضرورة، وفي نفس الوقت تكون هذه القواعد متحركة، معنى أنها لا تكون مكان واحد، وإنما تستطيع أن تكون هذا الأسبوع مثلا منطقة الرأس، والأسبوع الذي يليه في منطقة إلتي، ثم قد تكون منطقة عقار أو في منطقة عين قزام إلى آخره. هذا هو الذي تم اتفاق حوله، وحتى القيادة الأفريكوم لم تنفي ذلك، وإنما قالت أنها لن تشارك في مكافحة الإرهاب، لكنها ستتواجد من أجل التدريب ومن أجل عملية التدريب وعملية المساعدة التقنية لجيش الجزائر. الخلاصة في هذا هو أنه الآن رسميا السيادة الجزائرية كما تعرف السيادة الجزائرية وربط التدخلات الأجنبية الآن في قرار رسمي اتفاق رسمي على تواجد قوات أمريكية بشكل في آخر على الأراضي الجزائرية. سيدي زيتوت، ما هي أوجه التعاون العسكري بين الجزائر والولايات المتحدة، مع العلم بأن التعاون التقليدي كان بين الجزائر والاتحاد السوفيتي؟ ما هو لماذا تغير هذا التعاون 360 درجة وأصبح هنالك تعاون جزائري أمريكي، وما هي أوجه التعاون في العسكر؟ التعاون هو تعاون أمني عسكري، بمعنى الولايات المتحدة والرئيس بوش قالها، يعني الرئيس بوش كتب رسالة إلى بوتفليقة ما بين 99 و 2005 ما بين 2000 و 2005 ما بين 2000 و 2005 بدل رسالة مع بوتفليقة، ومن بين هذه الرسائل أقرأ بعضها ونشر بعض في بعض المواقع، أن يقول أن الجزائر أكثر أمريكا تعاوناً في مكافحة الإرهاب خارج حلف الأطلسي، واعتبر وحدات وحتى الجزائري في المرات يفتخروا بأنهم متحالفين تحالف كامل فيما يسمى بمكافحة الإرهاب العالمي مع الولايات المتحدة، وقدموا معلومات كبيرة. كانت الجزائر مثلاً قدمت في سنة 2002 قائمة ب 3500 جزائري خابيين كما يقولون متواجدين في الغرب وفي أوروبا، ونعرف أن عدد كبير من هؤلاء حتى بسطاء ألقي عليهم القبض، وأحيانا سجنوا في الدول الأوروبية، وكثير منهم حيث للجزائر، بالرغم أن الكثير منهم ليس لهم علاقة حتى بالسياسة، فبالك لهم علاقة بالسلاح أو كذلك. الأمر الآخر، إذن المخابرات الجزائرية الآن إذا شئنا إما كثير من المخابرات العربية الأخرى تقوم بدور العميل أو تشين الساعد أو الانفورمر أو سميه ما شئت للأجهزة المخابرات الغربية أو والأمريكية بشكل هذا من ناحية العميل. فهناك ضباط جزائريين مختلفة داخل الجيش، ولكن خاصة يذهبون باستمرار للولايات المتحدة لتدريبات معينة ومات معينة واللقاءات مستمرة ومكثفة وفي كثير أحيان معينة، ولكن هناك جزء آخر فهو تواجد علاقات جدية اللي هي تواجد عسكري مع تم بالتدريب الجزائري على الأرض الجزائري. هذا هو إذا شئنا الجزء الثاني ربما أكثر
وإنما يسعى فيهم ترابهم وخاصة نعرف بالنسبة لهذا الموضوع بالنسبة للجزائريين هذا الموضوع حساس جدا جدا لأن الجزائر فقد سيادتها لمدة أكثر من 30 سنة استعمرت لمدة أكثر من 130 سنة وظفر أي إحساس أو وجه أجنبي على الأرض الجزائرية يعتقد تقريبا أحمر لدى الجزائر. سيد زيتوت معذرة صوتك يصلني بتقاطع لكن إذا فهمت جوابك الأفريكوم لا يريدون التعاون مع الجزائر ضد الإرهاب لكن هنالك تعاون عسكري آخر ومن المعروف بديهيا أن تواجد العسكر الأمريكي في أفريقيا هو لمحاربة القاعدة في الساحل هذا هو الأمر الذي يبدو غريبا نوعا ما ولا تواجد الأمريكي أفريقيا وإنشاء خاصة أفريكوم وإذا سمحت لي نعطيك نقطة على ربما أفريكوم هي قيادة عسكرية جديدة أنشئت كقيادة سادسة خمس قيادات عسكرية أمريكا في العالم وأنشئت قيادة سادسة كانت الولايات المتحدة تبحث لها مقر داخل أفريقيا لكن الدول الأفريقية بما في حق يجب أن تقال رفضت التواجد أفريكوم على أراضيها لكن كما بالنسبة للجزائر رفضت القاعدة الثابتة وقبلت بالقواعد المؤقتة والقواعد المتحركة بالنسبة لأفريكوم إذا هذا اللي رأس جنرال وورد رجل أفريقي رجل أسود جنرال أسود ميزانية حوالي 90 مليار دولار و 90 مليون كما قلت وهدفها الرئيسي أن تتحول بدل وزارة خارجية أن تصبح إذا نحن نعيش عسكرة علاقات الأمريكية الإفريقية بمعنى أنه بدل ما كانت وزارة الخارجية هي التي تقوم برعاية علاقات ما بين إفريقيا والدول الإفريقية والولايات المتحدة الآن انتقلت هذه الوظيفة إلى وزارة الدفاع وبشكل خاص إلى أفريكوم وهم أساساً يقولون أفريكوم لها موقع حتى لها موقع ويب سايت بلغات ثلاثة بالعربي والفرنسي والإنجليزي معروف يسمى أغربية .com من أراد أن يطلع عليه وموجودة من المعلومات والموقع يقول أنه أنشئ بتمويل الأفريكوم وهو يمثل أفريكوم هذا الموقع نجد معلومات كثيرة فنجد خاصة التركيز على ما يسمى في الإرهاب في الساحل ونسمع أنا أقول كلمة قضية الإرهاب الصحراء الجزائرية لم تشهد أي عمليات عسكرية مسلحة حرب جماعات جزائرية مسلحة حتى سنة 2003 نحن نتكلم على أقصى الصحراء نحن نتكلم على منطقة تنقاص على منطقة أدار على منطقة عين جزام هذه المناطق يعني المناطق اللي تبعد على الجزائر العاصمة في حدود 1500 كيلومتر فما وراء ذلك هذه المنطقة لم تعرف أي عمل مسلح بالرغم أن الجزائر كلها كانت ما نعرف شهدت العنف قوية متماثلة بين الجماعات المسلحة وما بين النظام الانقلاب القاعدة في الجزائر أو ما يسمى بالقاعدة في الجزائر هي جي اس بي سي في الحقيقة هذه لم تكن موجودة في سنة 2003 قام السفير الجزائري في الولايات المتحدة وبالي في الأمم المتحدة آنذاك والآن متواجد في الولايات المتحدة سيد بالي أراد أن يثبت جي اس بي سي هي جزء من القاعدة لكننا نعرف أن جي اس بي سي في 2001 مثلا على سبيل المثال نفذت لعملية سبتمبر 2001 وأعلنت واعتبرتها ضرب مدني وقالت أنها لا يمكن تعمل قاعدة في هذه اللعبة أطلت العلاقات ما بين جي اس بي سي والقاعدة اللي هي إذا قاعدة اللي تفعل لادن والكواهري يعني ما متوترة ليست موجودة بالرغم أن النظام الجزائري ظل يصدر ونعمل القاعدة ما علت جي اس بي سي في 2006 من أنها تحولت إلى مكسبة بالقربة قاعدة المغرب الإسلامي قبل ذلك لم تكن متوترة العلاقة. في نفس الوقت في 2003 تم اختطاف 32 رهينة أوروبية أغلبهم سويسريين وقيل أنذاك أنا اللي خطفت
القاعدة. الآن فيه أدلة كثيرة جدا. سيد زيتوت هل تسمح لنا بأخذ مكالمة ثم نعود إليك؟ تفضل. بارك الله فيك. ألو؟ ألو؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معايا أخويا؟ الحمد لله أنا مولود من فرنسا وما قاعدش نسمع فيكم مليح سمحوا لي. لو صون إلي تري تري با. أهلا بك مولود. يسلمك خويا نحييك ونحيي الضيف الكريم الاخ العربي زيتوت ونحب نشكركم على الانيشياتيف هذه تاع لاشين اللي درتوها بارك الله فيكم وفات ان تري 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 غران بيان بور لو بوبل الجزائريان سمع فيا نعم اسكو مو انتوندي تفضل مولود انا نسمعو فيك داكور مالا فوالا نفوت الاسئله تاعي ديريكتومون ما بور فار فيت دونك السؤال تاعي الاول راح نطرح الاسئله تاعي باللغه الفرنسيه سي فو بيرميتي تفضل داكور شكرا دونك السؤال تاعي الاول اسكو لافريكوم بروجيت دو كري لو كاو ابسولو يعني الفوضى استراتيجيه الفوضى الخلاقه لا استراتيجيك لا امبلويي اون ايراك en Afghanistan et récemment au Pakistan pour pouvoir anéantir toute volonté du peuple algérien de pouvoir reprendre son droit de gouverner yani dans le sens où il y a les apports énergétiques de Sahara parce que l'Ottoman ou l'Américain ou plutôt pour casser l'expansion de la Chine grandissante dans le Sahel et l'Afrique du Nord pour casser quoi Smahli La Chine. Oui, la Chine. D'accord. Deuxième question. Est-ce que la Chine populaire est un facteur positif pour le développement de la structure économique interne ainsi qu'à la formation de nos prochains cadres en Algérie, comme ça a été fait avec la Russie dans les années 70 et 80, ou devrions-nous plutôt nous tourner vers l'Union européenne comme la Turquie pour créer une croissance viable. هذا السؤال الثاني. برك السؤال الثالث. D'après la liste des 14 pays les plus dangereux au monde dont l'Algérie en fait partie, ne devrions-nous pas entrer dans l'axe Téhéran-Damas par un Dimashq ou dans l'axe de la résistance en gros pour mieux nous renforcer et nous défendre contre une éventuelle guerre qui pourra nous être affligée. Voilà. Ou un des achim, dans le sujet de la tête, ou un des achim, si vous permettez. D'accord. Donc, est-ce que c'est possible d'inviter des ex-responsables de l'armée algérienne, comme M. Chouchen ou M. Samaraoui, aussi que d'autres qui étaient officiers de l'armée algérienne pour nous parler des épisodes nous faire une psychanalyse de la crise des années 90. Voilà. Assalamu alaykoum wa rabbi wafqkoum inshallah wa inshallah chab jazairi ma'akoum. Allah yaskoum. Assalamu alaykoum. Saha. Sayyidi Zitoud, tafadhal. سؤال شكرا فقط نكمل باختصار واش كنت الفكره اللي كنت فيها ثم نجاب على الاسئله الاخ الفاضل اذا قضيه القاعده في الصحراء هذه انشئت اختلقت اختلاقا من طرف المخابرات الجزائريه وخاصه بالاختطاف اللي تم كما قلت 32 من الاوروبيين الالمان والسويسريين نعم اللي قام بها على ذاك هو عمار الطائي المعروف كعبد البارا رزاق البارا الان معروف انه متواجد عند المخابرات الجزائريه ومعروف ايضا انه كان ضابط القوات الخاصه نعم والان يتعاون بشكل واضح وعلني وكان حتى في 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 الفيلا المتواجد فيها في بن عكنون في مكان ما في بن عكنون كما يتواجد ايضا الرئيس السابق للجي اس بي سي معروف النقطة إذا قاعدة سيزيتوت قبل ما ننسى من فضلك إذا كان سي
الفارا موجود في الجزائر، لماذا القاضي قال لهم لا أعلموا أين يوجد؟ لأنه لما يمثل أمام المحاكمة سي الفارا هذا. وهذه من سخريات الأمور في الجزائر، لأنه في دولة داخل الدولة اللي موجودين عند الدياس ما يعتبرونش موجودين عند الدولة الجزائر، وبالتالي القضاء أصدروا أكثر من عليه هي كي. فأحيانا ألغيت بعض المحاكمات لأن عبد الرزاق فارا عمار صايب أنه مش موجود طيب، بينما هو معروف أنه عنده حتى كانت مع الصحافة تبع المخابرات الجزائرية دارت معه وعملت معه بعض الإخبارات ونبدو في صور جميلة جدا شبه للأمير عبد القادر أيام أيام مكافحة الاحتلال، وقالت أن هذا هو عبد الرزاق. إذا عبد الرزاق البارا في أطر من المخابرات الجزائرية اختطف الألمان، وفي هذه موجود كتاب صور اللي هو دار السهرة اللي صاحبه بوليس بريطاني اللي يعرف المنطقة 64، رجل يعرف المنطقة أكثر من 50 سنة، وأثبت بأدلة واضحة من أن خطر الألمان المصريين كان بطرف من المخابرات الجزائرية وبموافقة أمريكية أو بدعم أمريكي، هذا حسب مؤلف الكتاب دار السهرة صاحب موفلين، وذلك لخلق منطقة توتر. وهنا نرجع لسؤال أخونا مولو وقال أنه هل الأفريكوم تريد حالة فوضى في المنطقة؟ في الحقيقة أنا لا أقول أنها تريد حالة فوضى، ربما تعرف معروفة نظرية الفوضى الطلاقة، ولكن عموما هي تحتاج لحالة فوضى، لست أعرف إذا كانت تريدها أم لا، لكن أتأكد أنها تحتاج إلى نوع من عدم الاستقرار، نوع من الفوضى حتى تبرر تواجده هناك. واللي راه يقوم في هذه عملية الفوضى في الجنوب هي ديرس، ولا أقول الجزائري كفر، وهنا أيضا اسمح لي إذا اسمحت لي بدخل تفضل فرق في هذه النقطة بالذات تفضل. هناك خلاف داخل أجنحة النظام الجزائري حول هذه القضية، الجماعة اللي تابعين لتاع ليزونس مال على رأس الهوني ضد تواجد أمريكي في الجزائر، هذه كلمة تقال. أنا معروف في النظام الجزائري نعتبر كله نظام أجرة الشعب الجزائري، ولكن هناك خلاف أساسي ما بين الجناحين، جناح الهوني وليزونسيان مالك وعموما هاتني وقلت معهم فيها هم مهمش مع رحبين بتواجد أمريكي بل معارضين لتواجد. الديرس وبعض الجنرال خاصة نقوم بالاسم أخرى هم اللي مرحبين بالتواجد الأمريكي، ويعتبر أن لابد من تعاون إلى أقصى الحدود وأنهم لا يعارضون قواعد لا مؤقتة ولا دائمة، التواجد الأمريكي ودعم الاستقرار في الجزائر. هذا الخلاف نشوفه في بعض هافا أحيانا شرطات تصريحات، وعموما الخلاف مشتد حول هذه القضية، وأحيانا تفجر بعض القضايا كما قد صرفاك قضية الأوتوروت أستفست إلى عين. هذه نقطة أخرى ربما يجي حديث للتحدي على قضية رأي الأجنحة، فقط اختصار أقول أن النظام الجزائري ليس متفق ككل حول قضية التواجد الأمريكي على الأراضي الجزائرية. جماعة مالك، جماعة الهوني ومن مات والتباعين وآخرين ضد هذا التواجد، جماعة الديارات مع هذا التواجد، القوة الأساسية الآن راهي أكثر في الديارات، وبالتالي هم اللي ما زالوا يطيروا البلد الطريقة اللي راهم يشوفوا فيها. الديارات وبعض الضغوط بشكل خاص داخل الديارات سهلوا مهمة التواجد الأمريكي بحيث تلقوا منطقة فوضى في جنوب الجزائر وشمال مالي وشمال النيجر، ليس فقط هم، موجودة جماعات أخرى أيضا من جماعات الفوارق داخلي، لكن نحن نعرف أن الجماعات الروسية اللي تعارض الحكومة الألمانية تلقى دعم علني من طرف الجزائر، وكعلاقة متوترة جدا الآن ما بين مالي والجزائر،
كان هذا أدى إلى إلقاء ما كان مقرر أن يحسب. سيزي توطعني سؤال من فضلك. تحت في باماكو قبل أشهر ولكن الجزائر رفضت تشارك فيه نتيجة للاتهامات المتبادلة بينها وبين مالي تقول أن الجزائر تدعم الفيصاليين والجزائر تقول أن مالي تساند القاعدة بشكل آخر. نعم نعم سيدي سيطر قبل أن أدرك تكمل في شمال نيجر وفي مالي وفي تشاد جنوب الجزائر. شكرا. ما هي فائدة الديراس وهذه الجماعة التي ذكرتها من تواجد القوات الأمريكية في الجنوب الجزائري من فضل؟ هناك مجموعة من الفوائد. أولا الفائدة ديراس عندها دائما قناعة أن الشعب الجزائري ما سيكون هذا المطاف. وعموما الشعب الجزائري على اختلاف توجهاته الجزائريين على اختلاف أفكار ومتوجهاتهم يتفقوا تقريبا أقول الأغلبية الغالبة يتفقوا على كامل لهذا النظام سواء كانوا إسلاميين أو عثمانيين أو فرقانيين أو أوروبيين أو بربريين. الغالب التوافق على هذا النظام يجب أن يرفع حتى من الناس اللي كانوا داخل النظام بما فيهم رؤساء وزارات سابقين مثل بالتور أو سيد أحمد الغزالي أو فروش أو غيرهم أو عبد الحميد بن يقولون أن هذا النظام خبر على الجزائر. الديرس إذن المصلحة الأولى تاعها أنها تبقى مسيطرة على الجزائر كحاكم في الجزائر ومجموعة من الجنرالات داخل ديرس واللي مسيطرة على البلد. طبعا هناك وجوه مدنية ورئيس كما يقال هناك وزراء لكن الخطة الحقيقية هي في ديرس. هذه واحدة. الحاجة الثانية هناك مصلحة خاصة بعض الجنرالات لهم مصلحتهم الخاصة في توطير المنطقة لأن لديهم شركات أمنية والشركات الأمنية لا تشتغل إلا في حالة وجود توتر وفي حالة وجود نوع من الرقابة. شكرا سيدي نأخذ مكالمة ثم نعود إليك. بارك الله فيك. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معي أخويا؟ معك الأخ فؤاد من باتنا. أهلا بك تفضل. تحياتي لك وللأستاذ العربي الله يخليك. والسلام من بعده موصول للدكتور بباب زوار الله يسلمك. طيب ودي أن أشارك معك هذه الحصة يعني وأنا مجروح من بلادي ومما أعانيه في هذه الأرض. سيدي تتكلمون عن التدخلات الأجنبية في الجزائر. أنا والله أكون صريح معكم إذا قلت لك أنهم من حقهم أن يتدخلوا. لا توجد دولة قوية وإيران الآن نراها تعاني من تدخلات أجنبية. أنت لا تملك استقرار في بلدك تصدر لهم الإرهاب وهذه حقيقة سبحان الله. تصدر لهم الموتى تصدر لهم قوارب الحراقة وتصدر لهم المخدرات. الجزائر اليوم بكل صراحة باتت خطرا على غيرها. أنت لا تملك استقرار في منظومة الحكم الجزائري. الحل يا سيدي ليس في التدخلات الأجنبية أو غير التدخلات الأجنبية. الحل عند الشعب الجزائري والجزائر بحاجة إلى فورة جديدة لأنه بكل صراحة بلغ سيل الزبا ولا بد للشعب أن ينتظم وأن يقول كلمته السيدة في هذا النظام. هذا النظام بلغ درجة من التعفن لا يريد إلا إذلال الشعب واستبداده وطمانها بخيرات ولا يهمه أي شيء. مستعدون لأن يبيعوا نسبة الجزائر لأن يبقوا في كراسيهم. شكرا فؤاد لقد وصلت الفكرة. سيدي زيتوت نعم سؤال وجيه. التدخلات الأجنبية في الجزائر. الجزائر ولات تمثل خطر على الدول الأوروبية والدول المجاورة. دونك من الطبيعي أن تتدخل حكومات أجنبية وقوات أجنبية في الجزائر حتى باش يكون هنالك استقرار سياسي. من فضلك دقيقة. من صنع عندنا الإرهاب يعني حقيقة الإرهاب قبل 92 لم يكن موجودا. من الذي صنعه؟ المخابرات والنظام الجنرالات هم الذين صنعوه سبحان الله العظيم. شكرا فؤاد. هذا البلد القوي العزيز من خير غني بكل خيراته
أن يرمي بشبابه في البحر. بلد من أغنى البلدان سبحان الله العظيم، في شعب من أكثر الشعوب، الناس تأكل اليوم من القمامة. تعالوا إلى الجزائر انظروا ماذا يحدث فيها. أنا موظف في شركة بترولية في الصحراء وأعرف ماذا يحدث. سبحان الله هناك الجزائر بيعت لها. نعم سيدي زيطوط صحيح، ليرحلوا عنا هذا الانتظام، هذا بدل فيه الاشتراكات بما توفيق هذا فليرحل عنا، هذا هو لنا. فهمت الله العظيم. فهمتك سيدي فؤاد بارك الله فيك. سيدي زيطوط نعم. كيف تجيب الجزائري الذي يقول هذا الرأي الذي هو حقيقة لا نستطيع نكرانها؟ جنرالات الجزائر ممكن هي التي خلقت الإرهاب في 92. شعب الجزائر الآن يعيش حالة من الهستيريا، الفقر، الشباب يذهب إلى علامات من قوارب الموت للوصول إلى أوروبا. كل هذه الأشياء تجعل المواطن الجزائري يتساءل هل هنالك خير في تواجد القوات الأمريكية في الجزائر؟ وهذا هو السؤال تاع سي مولود. إذا تفضلتم سيدي الكريم، تواجد الإطارات الصينية في الجزائر خير من الإطارات الأوروبية أم لا؟ نعم شوف، أنا أي تواجد أجنبي سواء كان أمريكي أو غير أمريكي، حتى لو كان يكون ليبي، حتى لو كان يكون مانيش عارف أنا تونسي، حتى مرفوض في المطلق، ولن يأتي بأي خير للجزائر ولا الجزائر. لا نريد تواجد عسكري. ما العيب في سيدي زيطوط؟ كل الدول المتطورة لها علاقات عسكرية مع الدول المجاورة. لا، في فرق بين أن تكون لك علاقات متطورة وأن تكون لك علاقات مع دول أخرى، وبين أن تكون هذه الدول تبلي عليك إرادتها وتبقى عليك إرادتها وتتواجد على أراضيك وتفعل ما تشاء. هنا الفرق ليس أن تكون لك علاقات مع دول أخرى، لا، بطبيعة الحال ليست هناك فرقة يمكن لها تكون معزولة وجزيرة معزولة، لكن في فرق بين أن تكون معاملة بالمثل ومحترم ولك رأيك، وما بين أن تكون عبد تؤمر وتنفذ أجل مصالح خاصة وفي أفضل الأحوال من أجل أن تبقى في السلطة وتبقى تكرر في الخارج والإفهام. فقال الأخ من قبل تدخل الأخ فقيد، صحيح أنا أتفهم بعض الدول التي يقلقها الوضع في الجزائر، والوضع مقلق ليس فقط الجزائري ولا أيضا لكل الدول المحيطة بالجزائر، سواء محيطة في أفريقيا أو في أوروبا أو بعيد عن أوروبا، لأن وصول الحراقة وقروبهم بالمئات خطر على الجميع، خطر على الحراقة ولكن خطر على الدول أيضا الذين يسكنون إليها، المخدرات وانتشارها بشكل الأسلحة وانتشارها بشكل كبير، الفوضى والأموال المهرة، كل هذه الأشياء تعتبر خطر. أنا أتفهم دول التي تشعر خاصة دول قريبة من الجزائر، لكن الحل ليس في تدخل في شؤون الجزائر سواء عسكري أو عسكري، وإنما الحل في أن لا تقوم هذه الدول على رأسها الغربية بدعم حكومة مريض، نظام غير مشروع، نظام يحكم الحديد والحرب، ونظام فشل في كل شيء، في السياسة، في الاقتصاد، في الثقافة، في التعليم، في السياسات. لأن الحل أن هذه الدول صحيح تدعم ديمقراطيتها وتخلي الشعب الجزائري يتحرك ويقوم بتغيير النظام، تغيير سلمي، ولكن تغيير جذري يؤدي إلى قيام حكم راشد في البلد. لأن الوضع كما هو الآن خطر على الجميع، وكان من قبل خطر على الجزائريين، قط هذا النظام هو الخطر على الجزائريين وعلى غير الجزائريين. بالنسبة لما قالوا أخونا فلود من فرنسا حول الصين والنفوذ الصيني في الجزائر، بين الأسباب لتواجد الأمريكي في الجزائر لعدة أسباب، أسباب استراتيجية وأسباب تنافس من الأوروبيين وأمريكا وما بين الصين وأمريكا، ولكن أيضا وخاصة التنافس الأمريكي الصيني. الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد من انتشار الصين داخل إفريقيا، الصين متواجدة بقوة
في مناطق أفريقيا خاصة في السودان لكن أيضا في السودان. والآن الولايات المتحدة قطر كما تعرفون بالنسبة للولايات المتحدة بعد 20 سنة يقول أن الصين ستتفوق من حيث القوة تصبح القوة العالمية الأولى ربما خلال 30 سنة. الولايات المتحدة لا تريد ذلك وتبقى سيدة هذا العالم وبالتالي تستخدم هذه الدول الضعيفة الفاسدة من أجل المواجهة مع الصين على أراضي الدول على أراضي الأمريكية والصينية. كيف ينظر سيدي زيتوت الاتحاد الأوروبي وفرنسا على وجه الخصوص إلى تنامي التعاون العسكري بين الجزائر والولايات المتحدة؟ فيه نظرتين، نظرة عامة هي عليهم تعاون أمريكا خير من التعاون مع الصين، التواجد الأمريكي خير من التواجد الصيني، ولكن في أيضا تنافس داخل المنطقة الغربي. الأوروبيين يريدون أن تكون الولايات المتحدة عادلة وتسمح لهم بنفوذ خاصة بالنسبة للفرنسيين. الفرنسيين مزعجين أن لا تختص معهم النفوذ، أن هذا المنطقة هي منطقة نفوذ فرنسا أساسا، والفرنسيين متواجدين في هذه المنطقة وخاصة الفرنسيين متواجدين في حنفا إيطاليا والنيجر أيضا في الجزائر. إذن هنا الإصبع أيضا مما منزعج، ولكن هم يفضلوا قرار الموسط الأمريكي على الصيني. هل تظنون سيدي الكريم أو هل نستطيع الجزم بأن فرنسا قد خسرت الجنوب الجزائري؟ إلى حد كبير، لكن خسره بالكامل. الجنوب الفرنسي الجزائر قوي، هو نفوذ ثقافي ونفوذ لغوي ونفوذ اقتصادي. فرنسا هي الآن أول بايع يوصينا وأول تاجر مع الجزائر، هي تبيع 30% من مسكن الجزائر وتشتري أساس غاز، وبالتالي ما زالت فرنسا قوي ونفوذها قوي في الجزائر، ولكنها ضاعوا لحساب الصينيين وخاصة الأمريكيين. ضعف في الجنوب أساسا لأن الشركات الأمريكية هي اللي مخضع حصة الأسهم، وتحد ما الآن شركة أيضا بريتش بتروليوم وبريتش غاز والآخر بقوة. بالنسبة لفرنسا هذا يزعجها بشدة، لكن هي لا تريد أن تدخل عن حرب مع الولايات المتحدة ومع بريطانيا لأن علاقاتها، تبحث دائما على موقع لها وأحيانا تقوم بتخريب نوعا من العلاقات وخاصة العلاقة الجزائرية الصينية في بعض الصفقة التي موالية لفرنسا، تقوم بتخريب هذه العلاقات ونشر الأيح اللي متعلقة بالفساد، وهو موجود حقيقة، ولكن يتم التركيز على الفساد تواجد مع الشركات الأمريكية والصينية، ولا تحدث كثيرا عن الفساد قائم مع الشركات الفرنسية وهو الفساد بشكل ضخم جدا. ابقى معنا سيدي زيتوت، نأخذ مكالمة أخرى ثم نعود إليك. ألو ألو ألو، مساء الخير. مساء النور. تحية إلى السيد العربي وتحية إلى الطاقم القائم على قناة رشاد. أهلا بك. سيد العربي، لي لك سؤال. ما هو تصور حركة رشاد في حالة ما حدث تغيير أو طارئ في الجزائر؟ يعني مثلا هذا النظام القائم على غير شرعية، نظام غير شرعي سقط مثلا، احنا الآن نشوف مثلا في عدة أحداث مثلا العمال يحتجون بطرق سلمية إلى حد الآن، ولسنا ندري كيف تتطور الأمور، يعني خاصة بعد أن ينتهي مهرجان كرة القدم في الجزائر. نتخيل فقط، نفتح قوس ونتخيل سقط النظام، ما هو تصوركم لمستقبل الاتفاقيات الأمنية
المعروفة يعني والمكشوفة، والأخرى التي لا نعلم عنها شيء وهي اتفاقيات سرية بين السلطة الجزائرية المتمركزة بين يعني جماعة من الجنرالات وأمريكا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية. شكرا. شكرا لك سيدي. شكرا لك سيدي زيتون. نعم، من حيث المبدأ إجابة على هذا السؤال مباشرة، من حيث المبدأ نحن نعتقد في حركة رشاد أن على الدولة الجزائرية التي ستقوم بدل هذا النظام الفاسد مهما كان القائمين عليها، قناعتنا أنها يلتزمون بالاتفاقيات الدولية، اتفاقيات ملزمة، وهي اتفاقيات يمكن إلقاها بقلم. ولكن نفرق ما بين الاتفاقيات التي عقدت قبل 1998 عندما كان في شكل عام قام في شكل عام شرعي، وما بعد 1992 من حيث المبدأ هذه الاتفاقيات احترم تماما. فبعد 1992 تنظر لها بالاتفاقيات اللي هي في مصلحة الجزائر، الشعب الجزائري كمجتمع وليس كنظام، كدولة كنظام، كشعب وليس كنظام. هذه الاتفاقيات ستبقى الاتفاقيات اللي هي ضد مصالح الجزائر، أو كانت أمنية أو اقتصادية أو تجارية أو أي هي مصالح الشعب الجزائري سيتم إلغاءها واحترامها. أن إذا تغير نظام الحكم وبقينا على اتفاقيات مخزية ومفضلة فتغير نظام الحكم يبقى على النظام الإجرامي، على الشعب الجزائري يشعر بالإهانة، بدل من أن يأتي الجزائريين أحرار ويحافظون على نفس، لن نحافظ على نفس الوضع إلا ما كان في مصلحة الجزائري. ما يعارض مصلحة الجزائري سيتم النظر فيه واحتمال إلغاءه إذا كان ضد مصالح الجزائر. هذا ليس حتما يكون رشاد في الحكم، ولكن وجهة نظرنا داخل رشاد مهما كان هذا مهما كان في الحكم سنقابل من هذا الأمر أن يحترم الشعب الجزائري والاتفاقيات الموجودة في صالحه ستبقى وبغير ذلك ستبقى. سيدي زيتوت، لي سؤال إلى الدبلوماسي وليس للمعارض. هل صحيح أن السفير الجزائري في مالي يعتبر رئيس الدولة المالية؟ إلى وقت قريب، إلى وقت قريب، ولكن في الفترة الأخيرة المالكين انزعجوا جدا من السيد تيب، وتقريبا هو شبه شخصية غير فيها كما يقال الدبلوماسي، وكان هو محاصر تقريبا الحكومة المالية إلى حد بعيد متعجة له. هذا الأمر أن يحترم الشعب الجزائري والاتفاقيات الموجودة في صالحه ستبقى وبغير ذلك ستبقى. سيدي زيتوت، لي سؤال إلى الدبلوماسي وليس للمعارض. هل صحيح أن السفير الجزائري في مالي يعتبر رئيس الدولة المالية؟ إلى وقت قريب، إلى وقت قريب، ولكن في الفترة الأخيرة المالكين انزعجوا جدا من السيد تيب، وتقريبا هو شبه شخصية غير فيها كما يقال الدبلوماسي، وكان هو محاصر تقريبا الحكومة المالية إلى حد بعيد متعجة له، ولم يعد تنفذ أوامر كما كان يفعلون بعض. وكان حقيقة قامت الحكومة الجزائرية نظام الجزائري تنفيذ غريب كثير من المسؤولين الماليين وتسعى رشاوي الحكم، ولكن الوضع تغير في الفترة الأخيرة، وهذا ربما يبرر الانزعاج الجماعة الحاكمة في الجزائر من الحكومة المالية وغيرت الأوضاع في حقيقة الأمر، بل بالعكس أوضاع متوقفة. وإحنا شاهدنا قبل أسبوع أن الحاكمة في الجزائر جاءت مجموعة مؤقتة للمالكين من الخارج أقاموا في الفنادق 5 نجوم لمدة 3 أسابيع وهاجموا الحكومة المالية وقالوا أنهم سيحملوا السلاح من جديد. هذا طبعا بدعم من الحكومة الجزائرية. المفروض حسب القوانين الأمريكية أن الجزائر تدعم في هذا الحال جماعات مسلحة ومن ثم ضد حكومة شرعية،
ومن المفروض أنها ولكن هناك ما قلت مع مشتركة بين المخابرات الجزائرية والقيادة الأمريكية العسكرية في وجود توتر في المنطقة حتى يقوم بتفكير التوتر العسكري الأمريكي. جميل سيدي زيتوت، إذا كانت هناك مبالغة في دور تنظيم القاعدة في المغرب العربي وفي منطقة الساحل، فمن وراء هذه المبالغة وفي مصلحة من؟ هل هنالك أسباب أخرى لا يعلمها العديد من الناس؟ نعم، هو مبالغة حقيقة تقوم بها المخابرات الجزائرية وتنفذها بعض رأي الجزائر. هناك أسماء معروفة في الأيام في الصحافة الجزائرية، أسماء كما يأتي يوم نكتبها تنشر هذه الأخبار يوميا وتتحدث عن قاعدة في الجنوب واختطاف عاية. ما نعرف هناك ستة مختطفين الآن، ثلاثة إسبان واثنين إيطاليين وواحد فرنسي، وتتحدث على أن المنطقة أصبحت هناك مخدرات وهناك أسلحة وهناك تهريب. يعني هناك فيها داخل المخابرات تريد حقيقة توتير المنطقة تماما في الجنوب. فلاحظنا أن نشاط القاعدة في الشمال السنة الأخيرة، القاعدة دائما في القوس انحصر بشكل كبير، وحاولوا يفهمونا أن القاعدة الآن خطر على الجنوب. هذه ليست أغلب الجماعات أو التي أطفئت في الجنوب، هي في الغالب جماعات أو أفراد تشكيل المخابرات الجزائرية، وهناك فقط بعض العصابات تقوم بقطع الطرق وبنهب الاختطاف إلى آخره. وبالنسبة للمخابرات الجزائرية هذا شيء مساعد، أنه يحمل فكرة الجنوب متوتر أننا نحتاج إلى قوة تحارب القاعدة وتحارب القاعدة، ونحتاج إلى تواجد الأحكام وتواجد العسكر الأمريكيين على الأراضي الجزائرية وأيضا المالحة والنيجيرية. سيدي زيتوت أشكرك على إجابتك حول هذا الموضوع، وأعلم أنه مهم جدا وأكثر من حصة يجب علينا للإطلالة على كل حيثيات هذا الموضوع. سؤالي الأخير سيدي زيتوت، أدلى لنا الدكتور سيدهم بأن الحالة الجزائرية وهذا النظام لا يمكن له أن ينزع إلا بتكاتف الجهود وكل المعارضة خارج وداخل البلاد، ولا يمكن لرجل واحد مهما كان الأثر له على الساحة السياسية في الجزائر وأي حركة معارضة لا تستطيع أن تغير شيئا، ويجب تكاتف الجهود وأن يكون أن تكون كل المعارضة تحت لواء واحد. هل أنتم مع هذا الطرح سيدي الكريم؟ نحن معه، ونصبح 9-5 ما يقولون ويأتينا في كل أيادي الشرفاء الجزائري كلهم بلا إقصاء بلا تفرقة، كل يريد أن يعمل من أجل خير الجزائر والجزائريين، أن يعمل من أجل صالح الجزائر والجزائريين، وهذا يتم بتغيير الأقطاب الحاكمة. كل من ذلك بطريقة لا عرفية، معناه بدون السلاح. نعرف أن السلاح يستخدم النظام، حمل السلاح يستخدم النظام، هو يحتاج دائما لا تفكر إلى عنف حتى يقرر سياسته. كل من يمشي اتجاه تغيير سلمي لا عنفي أو مقاومة مدنية أو سلمية، نحن معه مهما كانت أفكاره وقناعاته، مهما اختلفنا في الأفكار والقناعات، نحن مع هؤلاء. فنحن ندعى طرح سيد سيدهم وطرح الشرفاء الجزائريين لا تفكر في هذا الاتجاه، لكن طبعا نفرق، فنحن لدينا من الخبرة نفرق بين الذين يسعون في هذا حقيقة وبين الذين يريدون أن يزرعونهم حتى يخربوا المشروع أيضا. سيدي زيتوت أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا، وأعلم أنك تعاني من زكام حاد، إلا أنك أبيت إلا أن تكون معنا. كل حركة رشاد إخواني المشاهدين تشكركم على تواصلكم معنا، دمتم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله. Places, it doesn't hurt to have a few friends out in the desert. Thank you, my brother. Yeah. This is Jonathan Carl for Nightline in Tamanrasset, Algeria. Yes.